مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج ياس تي في. لدينا اليوم جدول حافل بالسباقات في حلبة مرسى ياس، ويسعدنا أن نعرض عليكم أهم الأحداث خاصة مع اقتراب نهاية هذا الموسم من رياضة السيارات، حيث تستضيف حلبة مرسى ياس مجموعة كبيرة من الفعاليات المثيرة في رياضة السيارات، بداية من سباق فورمولا خليج FG1000، مرورا بكأس راديكال الشرق الأوسط وسلسلة سباقات NGK وبطولة تايم أتاك الإمارات، وحتى الجولة الرابعة المثيرة من كأس تويوتا TRV86. وقد أقيمت جولة الأسبوع الماضي من كأس تويوتا TRV86 بغياب السائق شهاب الفهيم، وهو في أمس الحاجة لتعويض ما فقدوا من نقاط. من برأيكم سيفوز بالسباق ليصعد إلى منصة التتويج اليوم؟ تصل الإثارة إلى ذروتها في بطولة كأس تويوتا TRV86 التي تستضيفها سلسلة سباقات ياس، حيث تشهد منافسة حامية بين السائقين للتتويج بلقب البطولة لهذا الموسم. يواجه أحمد المليحي مشكلة تقنية مع صندوق التروس ولا يستطيع استكمال السباق، مما يتيح الفرصة أمام محمد عبد الغفار للصعود إلى منصة التتويج في المركز الثالث، مع شهاب الفهيم الذي حل في المركز الثاني وكريم الأزهري الفائز باللقب بفارق 2.04 أجزاء من الثانية فقط عن أقرب منافسيه. أنا كواليفايد الرابع وظليت الرابع لحد ما صار هذا لأحمد، فيعني نحن نقول مصائب وقوم عند قوم منافع، ولكن الحمد لله واقول هارد لك لاحمد. شاب اكشلي كان اسرع مني، فبس كنت عم انتبه على التايرز والبريكس انه كمل السباق بالمركز الاول. الان شهاب بنص السباق عمل بوش اوفر على السياره، فكان ريس اكسايتنج بس بالنهايه كمان فزت الحمد لله. كما تعود حلبة مرسى ياس اليوم لاستضافة بطولة فورمولا الخليج FG1000 وكذلك كأس راديكال الشرق الأوسط وسلسلة سباقات NGK وبطولة تايم أتاك الإمارات. دعونا نشاهد. بقيت عطلتان اثنتان فقط من عطلات نهاية الأسبوع على اختتام بطولة فورمولا الخليج FG1000، ويتصدر السباق السويسري كاتو بولسن ب 238 نقطة، بينما حقق السائق السعودي مشهور بالحجيلة 85 نقطة فقط، محافظا على المركز الثاني، يلاحقه زميله السعودي عمر قزاز بفارق ضئيل. يواصل كاتو بولسن أداءه المبهر في هذه الجولة، إذ يسعى للفوز بكلا السباقين على الرغم من اختتام المنافسة بين هو بين جل حسين أذربيجان، وقد فاز سعيد بنتوخ بالمركز الثالث في السباق الأول ويولو بيروني في السباق الثاني. وتشهد الجولة الرابعة من سباق كأس راديكال الشرق الأوسط منافسة شرسة بين الزميلين رومين لوتر ولودوفيك لوفريدا لتحقيق الفوز مرة أخرى. وفي السباق الأول تشتد المنافسة بين كل من لوتر ولوفريدا من جهة، وياني ييربي من الجهة الأخرى للفوز بالمركز الأول، ولا يزال ييربي متقدما بفارق 2.736 جزءا من الثانية، مما يضعه على منصة التتويج، بينما حل كل من سايبي وسميث في المركز الثالث، ويسيطر كل من سايبي وسميث على السباق الثاني ليحجزا مكانهما على منصة التتويج بدلا من لوتر ولوفريدا اللذين حلا في المركز الرابع. ويحافظ ييربي على المركز الثاني، يليه سيرجي شولوبوف في المركز الثالث. وفي الجولة الأخيرة من سلسلة سباقات NGK يتنافس كل من تاني حنا ومايكل بنم بفارق ضئيل، وكل منهما يرغب في تجاوز الآخر لتحقيق الفوز. كما يشهد اليوم حدثا كبيرا بالنسبة لمتسابقي NGK، حيث تقام الجولة السادسة والأخيرة من هذه البطولة، ويسعى المتسابقون لحصد النقاط النهائية لتحديد من سيتوج بلقب البطولة لهذا الموسم. ويفوز تاني حنا بكلا سباقي الدور النهائي لموسم سباق NGK سيارته دراغون ريسينج فيراري، بينما يفوز كوستاس بابادونيس بالبطولة في الفئة الأولى من سلسلة السباقات بعد أن نجح في تحقيق المركز الثاني في السباق الأول والمركز الثالث في السباق الثاني. وفي الفئة الثانية تمكن القسيم حميد الدين من الفوز بأول بطولة له في الإمارات العربية المتحدة بفارق نقطة واحدة فقط عن أليكس أنيفاس الذي حل في الكليو كاب كلاس. وتشهد بطولة تايم أتاك الإمارات مزيداً من السباقات الحافلة بالمرح والإثارة للسائقين الطموحين، مع وجود أربع فئات مختلفة للتنافس على تحقيق أسرع وقت للفة. كما يشهد السباق الثاني من كأس TRD 86 احتدام المنافسة بين السائقين أكثر من أي وقت مضى، لا
لاقتناص اللقب والصعود إلى منصة التتويج. وفي النهاية وبعد هذا السباق لن تتبقى سوى عطلة نهاية أسبوع واحدة لتحديد من سيفوز بالكأس. وها هو كريم الأزهري ينجح في تسجيل انتصار سهل آخر مع شهاب الفهيم ليحافظ على المركز الثاني، بينما استطاع غريغوري بين الصعود إلى منصة التتويج بعد انتزاع المركز الثالث من عبد الغفار. سباق شيق جدا، كان في طبعا أحسن شيء دائما يوم السباق احنا نبدأ من الخلف على حسب وين انتهينا في السباق القبلي، فلأن بدينا من الخلف لازم نتجاوز السيارات، فهني إثارة أكثر، وكان سباق ممتاز مع كريم، بس خلاص هذا السباق جبنا المركز الثاني. غريغوري ديفندد فيري ويل، ما قدرت لحيله يعني every turn I try كان ديفندينج نايسلي، فالحمد لله. انتظرونا في الحلقة القادمة لمشاهدة النهائي الكبير لهذا الموسم والهتافات لبطل كأس تيورا تي ار دي 86. أحييكم أنا حبيبة بسيوني لقناة ياس تي في.